عايز اقول لحضراتكم ان المنتخب برضو او من ضمن الاخبار اللي عندنا ان المنتخب الوطني يغادر الى ملاوي غدا لمواجهه اثيوبيا بالتصفيات امم افريقيا. تغادر القاهره غدا بعثه المنتخب الوطني الاول لكره القدم بقياده مديره الفني ايهاب جلال متوجهه الى ملاوي على متن طائره خاصه، وذلك لمواجهه منتخب اثيوبيا في السادسه مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهره على ملعب بينجو الوطني الذي حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين في منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة. اتكلمنا كتير عن هذه المباراة. الحقيقة من الواضح أيضا أن هناك العديد من لاعبي المنتخب لن يكونوا متواجدين. النهاردة كان في تمرينة خفيفة. منتخب ملاوي بالمناسبة بيتصدر هذه المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني. ومنتخب غينيا في المركز الرابع. محمد صلاح لن يلعب المباراة القادمة أمام إثيوبيا. وسلبية مسحة محمد الشناوي، الحمد لله على سلامته طبعا. محمود تريزيجيه لن يكون متواجدا، إن شاء الله يرجع بألف سلامة. الجهاز الفني للمنتخب الوطني فضل راحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا يوم الخميس المقبل ومنحه راحة عقب إجراءه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف. كما يشارك محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في المران في الفريق بعد سلبية مسحته الكورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا. وأجرى محمود حسن تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلات، وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه قبل السفر غدا. طيب، وقبل السفر الحقيقة المنتخب بيعلن ضم أحمد رفعت وباهر المحمدي. الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن إيهاب جلال بيعلن رسميا ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي للانضمام لمعسكر المنتخب لاستعدادا لمواجهة إثيوبيا إن شاء الله يوم 9 يونيو المقبل.